السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعين قناة الأستاذ مع قوانين الرياضيات. سنثبت في هذا الفيديو الثلاثة مفاهيم الأخيرة التي تكلمنا عنها في الفيديو السابق. الفكرة في الإثبات تعتمد بشكل أساسي على إيجاد تشابه بين مثلثين أصغر داخل المثلثين الأكبر. هيا بنا نبدأ. الإثبات الأول، نريد إثبات أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين ارتفاعين متناظرين فيهما. ذكرت في الفيديو السابق أن الإثبات ينتج مباشرة من إثبات أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما. الآن لدينا مثلثان ABC وDEF مثلثان متشابهان، إذن الزوايا المتناظرة متساوية والأضلاع المتناظرة متناسبة، أي أن AB على DE بتساوي BC على EF بتساوي AC على DF. سنرسم ارتفاعين في المثلثين، في الأول AG وفي الثاني DH، أي أننا نريد إثبات أن مساحة المثلث ABC على مساحة المثلث DEF بتساوي AG الكل تربيع على DH الكل تربيع. وفي الفيديو السابق رمزنا لمساحة المثلث بقوسين مربعين. الآن في المثلثين ABC وDEF لدينا أن زاوية B بتساوي زاوية E، وأيضا زاوية AGB بتساوي زاوية DHE، هاتان زاويتان كل منهما يساوي 90 درجة، لأن AG وDH عموديان على BC وEF. إذن في المثلثين ABG وDEH يوجد زاويتين متساويتين متناظرتين، إذن الزاوية الثالثة في كل منهما ستكون متساوية، وبالتالي فمن تشابه المثلثين الذي تكلمنا عنه في إحدى فيديوهات قوانين الرياضيات يمكن الرجوع إليه ومشاهدته عندما تظهر علامة الآي في الأعلى. إذن سيكون المثلث ABG يشابه المثلث DEH، ومن التشابه سيكون AG على DH بتساوي AB على DE، وهذا يستلزم أن AG على DH ستساوي BC على EF. لماذا؟ لأن المثلثان الأكبر ABC وDEF الأضلاع المتناظرة فيه متناسبة. إذن سيكون مساحة المثلث ABC على مساحة المثلث DEF بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، أي نص CB في AG على نص EF في DH. وإذا عوضنا من العلاقة واحد عن CB وEF سيكون مساحة المثلث ABC على مساحة المثلث DEF بتساوي AG الكل تربيع على DH الكل تربيع. وبهذا أثبتنا المفهوم. ولاحظ إذا عوضنا في مساحة المثلثين عن الأضلاع المتناسبة، حيث أن AG على DH بتساوي AB على DE وبتساوي BC على EF وبتساوي AC على DF، إذن ستكون النسبة بين مساحة المثلثين ABC على DEF بتساوي AB الكل تربيع على DE الكل تربيع، وهذا بيساوي BC الكل تربيع على EF الكل تربيع، وهذا بيساوي AC الكل تربيع على DF الكل تربيع. أي أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين بتساوي مربع النسبة بين طولي أي ضلعين متناظرين فيهما. ننتقل الآن إلى المفهوم الآخر، ونريد إثبات أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي منصفين متناظرين فيهما، أي في المثلثين ABC وDEF حيث أنهما متشابهين. إذن نريد إثبات أن مساحة المثلث ABC على مساحة المثلث DEF بتساوي AG الكل تربيع على DH الكل تربيع. وحيث أن المثلثين متشابهين، إذن ستكون الأضلاع متناسبة، أي أن AB على DE بتساوي BC على EF بتساوي AC على DF. ومن الرسم، حيث أن زاوية B ستساوي زاوية E لأن المثلثان الأكبر متشابهان، وأيضا
حيث AG وDE منصفين للزاوية A وD على الترتيب، إذن نص قياس الزاوية BAC ستساوي نص قياس الزاوية ADF، وهذا يعني أن قياس زاوية BEG بتساوي قياس زاوية EDH. إذن المثلثان ABG وDEH مثلثان متشابهان. لماذا؟ لأن الثلاث زوايا في المثلث ABG بتساوي الثلاثة زوايا في المثلث DEH، وبالتالي سيكون المثلثان ABG وDEH متشابهان، وحيث أنهما متشابهان سيكون AG على DH بتساوي AB على DE، وبتربيع النسب سيكون AG لكل تربيع على DH لكل تربيع بتساوي AB لكل تربيع على DE لكل تربيع. وحيث أننا أثبتنا أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين بتساوي مربع النسبة بين أي ضلعين متناظرين فيهما، إذن من العلاقة واحد ستكون النسبة بين مساحة المثلث ABC على مساحة المثلث DEF بتساوي AG الكل تربيع على DH الكل تربيع، أي أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي منصفين متناظرين فيهما. ننتقل الآن إلى المفهوم الأخير الذي نريد إثباته، أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين بتساوي مربع النسبة بين طولي متوسطين متناظرين فيهما. وقد شرحنا في الفيديو السابق معنى المتوسط في المثلث، وهو الضلع الساقط من أحد رؤوس المثلث إلى منتصف الضلع المقابل له أي ينصفه، وبالتالي نريد إثبات أن النسبة بين مساحة المثلث ABC إلى مساحة المثلث DEF بتساوي AG الكل تربيع على DH الكل تربيع. ومن تشابه المثلثين ABC وDEF ستكون الأضلاع المتناسبة متساوية، إذن AB على DE بتساوي BC على EF بتساوي AC على DF. وحيث أن زاوية B بتساوي زاوية E من تشابه المثلثين، وحيث أن AG وDH متوسطين، إذن سيكون BC بتساوي 2BG ويكون EF بيساوي 2EH، وهذا يستلزم بقسمة BC على EF سيساوي 2BG على 2EH، أي أن BC على EF بتساوي BG على EH. إذن لدينا الآن في المثلثان ABG وDEH زاويتين متساويتين متناظرتين، والضلعان اللذان يحصران هذه الزاوية في المثلثين المتناسبين سيكونا متساويين، إذن المثلث ABG يشابه المثلث DEH. ومن التشابه AB على DE بتساوي AG على DH، وبتربيع طرفي النسبة سيكون AB لكل تربيع على DE لكل تربيع بتساوي AG لكل تربيع على DH الكل تربيع. وحيث أن النسبة بين مساحة المثلثين ABC إلى مساحة المثلث DEF بتساوي مربع النسبة بين أي طولين ضلعين متناظرين فيهما، إذن من العلاقة واحد سيكون مساحة المثلث ABC إلى مساحة المثلث DEF بتساوي AG الكل تربيع على DH الكل تربيع، أي أن النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين تساوي مربع النسبة بين طولي متوسطين متناظرين فيهما. أتمنى أن تكونوا استفدتم من الشرح وتعلمتم كيفية إثبات هذه المفاهيم. ما تنسوش ادعموا القناة، انك تعملوا لايك للفيديوهات اللي بتنزل وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا إن شاء الله في حلقات جديدة من قوانين الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.